السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف متى نستعمل أو ومتى نستعمل شيء. شيء نستعملها عندما يتعلق الأمر بأشخاص، مثال Je vais chez le médecin، أنا ذاهب عند الطبيب. Je vais chez mon père، أنا ذاهب عند أبي. Je vais chez le dentiste، أنا ذاهب عند طبيب الأسنان. كما تلاحظون le médecin هو الطبيب، mon père أبي، le dentiste طبيب الأسنان. هؤلاء هم أشخاص، لهذا استعملنا شيء. أما أو نستعملها عندما لا يتعلق الأمر بأشخاص، مثال Je vais au travail، أنا ذاهب إلى العمل.